زي ما انت قلت، قول لي الكواليس والاحداث وبعثة النادي الاهلي والامور ماشيه بشكل عام ازاي. هل خلاص تم اطواء صفحه الاحتفالات والفوز بلقب الدوري العام والتركيز في لقاء نادي الزمالك، ومدى ارتفاع المعنويات عند لاعبي النادي الاهلي؟ انا هاخد من كلامك يا عمر ورساله الكابتن محمود الخطيب النهارده وزيارته للفريق النادي الاهلي في مقر الاقامه، وكانت الرساله اللي وجهها للاعبين ان نطوي صفحه البطوله ونبدا نفتح جديده ونبص للفتره اللي جايه كما تعودنا داخل النادي الاهلي. سريعا بنطوي صفحه البطوله اللي فاتت ونبدا نركز في الفتره القادمه. النهارده الفريق النادي الاهلي ادى صلاه الجمعه بمقر الاقامه، ثم تناول اللاعبين وجبه الغداء في يوم الساعه 1:30. حضر الكابتن محمود الخطيب لمقر اقامه الفريق. قوبل الكابتن الخطيب بعاصفه من الترحيب من كل من تواجد داخل مقر الاقامه، وتسابق الجميع لالتقاط الصور التذكاريه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ثم توجه الفريق الى ملعب الفرع لاستاد برج العرب لاداء المران بحضور الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب صافح جميع افراد الجهاز الفني واللاعبين فردا فردا، وجه الكثير من الرسائل، لكن مفاد هذه الرسائل لابد ان نطوي صفحه البطوله في الدوري ونبدا نركز في النهايه اننا انهي الدوري لقاء نادي الزمالك، وابدا ابص للمشوار القادم سواء في كاس مصر او استعداد للموسم الجديد ومباراه السوبر ان شاء الله. تفاصيل وحاله التفاؤل عمر، خليني اقول لك ان الحاله من التركيز الشديد بالامس الكابتن سيد عبد الحفيظ خلاص قرار نهينا الاحتفالات، نهينا الامور الخاصه في فرحه التتويج ونبدا نركز في المباراه. حاله من التركيز الشديد بتسود معسكر النادي الاهلي. الروح المعنويه هي الاستماع اللي ما بين اللاعبين ما بين افراد الجهاز الفني. المران النهارده ابتدى في تمام الساعه 7، 5 دقائق الكابتن سيد عبد الحفيظ في منتصف الملعب القى على اللاعبين بعض الرسائل، ولابد من اسعاد جماهير النادي الاهلي وان انا اختم الدوري بشكل كويس وبصوره كويسه، خاصه ان مباراه القمه زي ما حضرتك عارف بتبقى ليها طابع جماهيري ومباراه بطوله ثانيه مختلفه ما بين القد الاهلي والزمالك. في تركيز طبعا على بعض النواحي الخططيه مش هنقدر ان احنا نستفيد فيها يا عمر، لكن الامر المميز جدا هي الحاله المعنويه، الروح اللي ما بين اللاعبين ما بين افراد الجهاز الفني، حاله الثقه اللي عند اللاعبين. مستر لاسارتي ايضا بعض الاحاديث الجانبيه سواء مع صالح جمعه سواء مع بعض اللاعبين من اجل تهيئه بعض اللاعبين نفسيا للقاء القمه امام الزمالك. فاروق، يمكن اكيد حاله من التركيز زي ما انت قلت، لكن عايز اعرف المعنويات، هل اللعيبه عارفه ان مباراه القمه هي مباراه مختلفه، مباراه جمهور الاهلي بينتظرها من الموسم للموسم علشان يعني يحقق نتيجه ايجابيه؟ مباراه المقاولين والحصول على الدوري حصل وتم يعني الحمد لله، لكن هل حاسس ان لعيبه الاهلي يعني ان شاء الله ناويه ومركزه وعارفه تفصل كويس قوي ما بين فرحتهم وفوزهم بلقب الدوري وان مباراه القمه هي قمه مختلفه وبطوله مختلفه بالنسبه لجمهور الاهلي في كل مكان؟ خلينا نجمع على امر يا عمر، ان غالبيه العظمى من لاعبي النادي الاهلي عندهم الكم والقدر الكافي من الخبره لان هم عارفين قيمه لقاءات الاهلي والزمالك، والكثير منهم حقق اكثر من انتصار وتعود على الانتصار والفرحه امام نادي الزمالك، وهم عارفين قيمه المباراه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. اللعيبه تعاهد اللعيبه يعني فيما بينهم كابتن حسام عاشور، كابتن احمد فتحي، وكابتن وليد سليمان، شناوي، معظم اللاعبين تعهد الجميع على تقديم مباراه كويسه في الطريق طبعا للنادي الاهلي البطل البطوله، متوج بطلا للدوري رقم 1 بطوله رقم 41 للنادي الاهلي. تعهد اللاعبين على اسعاد جماهير النادي الاهلي، واللاعبين لامسين قيمه المباراه. الحاله المعنويه بعد مباراه المقاولون العرب، ونقدر نقول الفريق بيستعيد بريقه اللي كان غائب لبعض الفترات، يعني تقدر تقول ان هي مديه دفعه معنويه قويه جدا للاعبين. في نقطه مهمه جدا كمان يا عمر حابب ان انا اتكلم عليها، وهي الناحيه البدنيه. الناحيه البدنيه مديه امر مهم جدا جدا للاعبي النادي الاهلي،
مساعد لعيبه النادي الاهلي على الاداء بشكل كويس جدا. وانا من خلال هذا الامر ايضا عايز اشيد بمستر اليخاندرو مخطط الاحمال في النادي الاهلي ودوره خلال هذه الفتره مع الفريق. فاروق يعني بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واكيد عايز اعرف بقى منك اخيرا، انت موجود حاليا في المعسكر ويمكن بتستعد زيهم، وانت يعني متاثر بنفس الاجواء اللي موجوده، فاكيد انت حاسس بقى بقمه التركيز، وان انت كمان حتى انت مش هتشارك في المباراه، لكن العامل النفسي عندك ان انت متاهب ومستعد وعايز يجي يوم الاحد عشان خاطر الاهلي ان شاء الله يقدم مباراه جيده. فبتمنى التوفيق ليك، وبتمنى التوفيق لكل فريق النادي الاهلي، وان شاء الله يكون وشك حلو ونقدر ان احنا نرجع بالثلاث نقط ان شاء الله، ويعني تعمل تغطيه ممتازه كالعاده زي ما كل مراسلي قناه الاهلي بيكونوا موجودين. فبشكرك الزميل العزيز فاروق صلاح والمتالق اللي دايما بيكون موجود في قلب احداث النادي الاهلي، هو وكريم احمد وشريف شعبان. بصراحه كل مراسلي قناه الاهلي الزملاء الاعزاء بيقوموا دايما